شيخ شريان تفضل، سمعنا كل يعني بأذان صاغية أنه نسمع القصيدة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حيث أن الخطاب جرى من السيدة الدكتورة في اللغة العربية وأمثالها، ومما انطبقت عليه الألسنة العمانية، فلا بد من أن تنقسم إلى قسمين، إما شعرية أو نثرية. وهذه الحياة شجرة نشأت في العالم العربي كله، والله يقول: علم الإنسان ما لم يعلم، فكل على طريقته، منهم من كان خطيبا نثريا، ومنهم من كان شعريا، ومنهم من حمل النثر والشعر. وفي الحقيقة نحن ما أخذنا شيئا من الجانبين، ولكن بقدر أن نحلي أسماع إخواننا، فهذه أبيات شعرية، وكان أصل مرماها في 3 أبيات أو 4 أبيات في وسط القصيدة، وربما أحد يتوصل إليها من إخواننا، والله ولي التوفيق. وسأقرأها عليكم على اللحن، على اللحن العماني الذي كنا نعيش عليه. أكلم غصنه الرطب النبيا، وأنتشق الهوى عرفا ذكيا. أكلم غصنه الرطب النبيا، وأنتشق الهوى عرفا ذكيا. ولي كبد تذوب جوا، وقلب غدا من حر أنفاسي صليا. وطارحت النسيم ليصطفيها، سمعت وراءها صوتا شجيا. أطيف أم خيال من ينادي، فإني لم أرى بشرا سويا. دنا مني ولم يرني، ولولا أنيني كدت أن أبقى خفيا. فقال: عجبت من صوت خفي بجسم كاد أن يخفى عليا. فقال: الشوق أنحلني، فأوحى إلي حنان هاك الحمية. تعاطينا كؤوس الود صرفا، وأنهلني رضابا قرقفيا. جنينا الورد والتفاح غضا، وغصن البان منعطف عليا. وغنى القرط فوق الورد، هذا زمان الأنس طبناه جميا. ولم نشعر سوى أنا وجدنا مقام اللطف يجمعنا سويا. وجزنا المنحنى نحو المصلى، وعدت ودلو آمالي مليا. على باب السلام أنحت رحلي، طويت معالم العشاق طيا. وحرمنا المراضع مثل موسى، فما أحلى العفاف إذا تهيا. وناديت الشباب فلم يجبني، وكنت أليفه فغدا نسيا. فحار العقل واندهشت قواه، ومن أهواهم خروا بكيا. إذا طيف به كالبدر تاج مواضيه، تفوق المشرفيا. إذا طيف به كالبدر تاج مواضيه، تفوق المشرفيا. 3 أحرف نقطت ب6، إذا حرفتها كانت صبيا.
ثلاث مئين واثني عشر صارت تقطع فواني باللتيا وأربعة مضت من غير رجعا فوا أسفاه لو يكفيك شيئا ولم يبقى سوى أهلا وسهلا بضيف لم يكن خلا وفيا أعاتبه فيسلوني وينسى زمانا كنت فيه به سخيا أعاتبه فيسلوني وينسى زمانا كنت فيه به سخيا أو طارحه الغرام فيزدريني وينقلب الرشاد المحض غيا ألا قل للهوى العذري مهلا فهذا الدهر منك غدا خليا ولم يبقى سوى قيل وقال نسوا والله دينهم الوفيا تناسوا سوء عقباهم وأضحوا يسبون الزمان الأريحيا وقالوا الدهر عصري وهذا زمان للشباب غدا صفيا إذا مثنان يصطحبان يوما سمعت وراءهم قولا بريا فلا جار بقي يوما لجار ولا خل لصاحبه رضيا لعمر أبيك ما للدهر ذنب ومن أفعالهم أضحى بريا على السلطان قابوس المفدى سلامي ما بقي غصني نديا وحيد الدهر فرد العصر تاج المعالي لم يزل أبدا وفيا وفي طي الختام أريد مسك صلاة الله تغشى الأبطحيا رسول الله خير الخلق طه أمين الله مختارا زكيا السلام عليكم. شكرا شكرا للأستاذة اعتدال عثمان على هذا البحث وعلى الإجابات الشاملة. شكرا لكم على حضوركم. شيب رجال جالس عاتب فينا الزمن واحنا ماشي جابته رجال شاب اكثر مني وانا ما شايب. ثلاثة احرف نقطت بست اذا حرفتها كانت صبية. ثلاث مئين واثني عشر صارت تقطع فواني باللتية وأربعة مضت من غير رجعة فوا أسفاه لو يجد شيئا. شكرا لكم على حضوركم.